clouds will cheer when they see my face. And a voice keeps saying, this is where I'm meant to be. I'll be there someday. I can go the distance. I will find my way. If I can be strong, I'll know every mile will be worth my while. When I go the distance, I'll be والكود يضرب مدفعين والمنكر هواي الله يواب والكود يضرب له سلام بوصول سيدنا الامام قابوس نهرا بالظلام يا موردا للظالمين والمنكر هواي الله يواب يا مورد عقب المحل وتباشرة ذيك الدول جيش العماني مستقل بوجود سيدنا الأمين والملك الواي الله يواب وجود سيدنا الأبر سمعت في بر وبحر تشهد له عراق ومصر حتى السعودي والحسين والملك الواي السعودي والكويت ودبي ما ظني نسيت او لا زايد في لغيت كلهم سياره على اليمين والملك نواي هواي كلهم سياره على التحات يا سيدي السادات جاد فضلك على جمع العباد ويعم جمع القريتين والملك نواي
وقتها ما صلوا على النبي طه الزكي المرسلي محمد بن عم علي هذا على قابل عاصين والملك نواه لا 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 لا
Thank you.
شمعة ضوت كوني دمعة فرحة هلت دوني ترقص ضحكة ترسم بسمة تسأل ربي خلى عيوني قابوس أنت نور عيوني قابوس أنت نور عيوني يا ربي خلي قابوس تاج الروس وقابوس مركز الإبداع الطفولي التطوعي. هذا الفريق الذي تم تشكيله في عام 2008 ومقره في منطقة الموالح الجنوبية بولاية السيب بجانب مركز التوفير. يتكون هذا الفريق من عدد 400 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 17 سنة، تترأسهم هيئة تنظيمية من طلبة وطالبات الجامعات والكليات، وطاقم إداري تطوعي من موظفي القطاعين العام والخاص. وقد رسم الفريق عدة أهداف، وذلك لخدمة الطفل والمجتمع. وقدم الفريق على ما يزيد من 70 فعالية منذ انطلاقته حتى الآن في جميع المجالات العالمية والمحلية المتعلقة بالطفل، وصل صداها إلى أعلى المسؤولين في السلطنة، وقد حظيت بمكارم سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. يهدف هذا الفريق إلى عدة أهداف، منها رعاية وتنمية قدرات ومهارات الأطفال المبدعين والمتفوقين، وزرع حب الوطن والموروث العماني في نفس الطفل، وتعزيز سلوكيات وقيم الثقافة السليمة عند الطفل تحت مبادئ الدين الحنيف، وتبني الأفكار التي تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنبوغ الأطفال وإظهار مهاراتهم. وأبى الإبداع الطفولي إلا وأن يشارككم ملامح إنجازاته على مدى 6 سنوات، وقد اختصرها في هذا العرض المرئي. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلقينا البلاغ من غرفة العمليات بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، كان مضمون عن نشوب حريق في مدرسة الواحد التعليم الأساسي، فقمنا أثناء الوصول رجال الدفاع المدني بإخماد الحريق. فكان طبيعة الحريق المتواجد داخل المدرسة من النوع الذي يتطلب قيامنا بإخلاء الكلي. طبعاً بالنسبة لعملية الاستفادة، إحنا نوجه تعليماتنا والتوعية للمدرسين. في النهاية هذول الأطفال ينتظروا في هذه اللحظة شخص يوجههم. فأنا أوجه نصيحتي للمدرسين أن يعني لا بد الاهتمام من اشتراطات السلامة في المدرسة. قدامي وياخذوه على طول على الاسعاف، هو كان اول مره اشوفه. والدفاع المدني ولا اللي يجي وياخذه ويركضه وشي، يعني اول مره اشوف هذا الشيء. اليوم كانت واجد حلوه، يعني تعلمنا منها واجد اشياء، مثل انه لما يكون في حريق نروح لنقطه هذا التجمع عشان ما حد يتعور ولا يكون في اضرار، ونسمع كلام المعلم ونسمع كلام اللي بيجي يطفوا مثل الدفاع المدني. أهم شيء إنه لما يصير أي شيء ما نتوتر ونضرب بعض ونتفر بعض، يكونوا يعني ما يكونوا فوضى، لازم يكونوا ملتزمين عشان ما تنصب. استفاد إني أنا لما أرد أكبر أرد أكون شرطية، فهذا يعني ساعدني. نتمنى أن هذه المحاضرات تجي من مدراء المدارس وطلبوها هم بالنفس، أو أن وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بعمل جدولة معينة، برنامج معين، زيارات معينة، دون أن هم يعني يطلبوا منا أن نروح نزورهم أو إحنا نطلب منهم هذه الزيارات. By the way, because I'm happy. Clap along, yeah.
make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. الأشياء اللي احنا كثير مفتقدينها هنا من السلطنة العمالة التطوعية، بس لما تشوف اليوم هذا العمل الكبير اللي هو يبدو كشباب وشابات والعمل التطوعي، تشوف أعداد كبيرة من الأطفال متواجدين أكثر من 300 شخص، وهذا النظام وهذا العمل الكبير أكيد تعيش أيام سعيدة. أتمنى إن شاء الله من سواء من القطاع الحكومي أو حتى الشركات تدعم أكثر الأعمال التطوعية خصوصا فترة الصيف، وإن شاء الله هذه الرسالة توصل للجميع، وأتمنى أن هذه الأعمال ما تنحصر على مناطق معينة أو مدارس معينة. أتمنى هذا عند الجميع هذا الفكر يكون أكثر انتشارا سواء في مسقط أو خارج مسقط وجميع مناطق السلطنة إن شاء الله. المركز فاتح أبوابه لكل متطوع أو متجرب. حقيقة الشرف أن يستدعيني للمشاركة في هذه الفعاليات بما فيها من إيجابيات كبيرة لهؤلاء الفئة من الأولاد. بس أشجع كافة الأهالي إنه يتخذوا أطفالهم بهذا البرنامج. يعني فرق بين ولد أو طفل موجود في البيت بدون أي شيء فقط كسل ونوم، فرق بين ولد جاء ليتعلم وليأخذ كثير من المعارف. الجميل في هذا المركز أنه لا يكرر ما كان عليه الطلاب في العام السابق، بل يأتي بأشياء محفزة ومنشطة، وهذا هو الهدف الأسمى في أن يجعل الآباء والأمهات أبنائهم في هذه المراكز حتى يخرجوا بمعلومات طيبة يفيدوا أنفسهم ويفيدوا آباءهم وأمهاتهم وأسرهم بشكل عام ويفيدوا المجتمع الخارجي. وإحنا جايين هنا نتكاتب بإيد واحدة، يعني كأننا أخوة، إحنا ما جايين نأخذ أساس إننا نترجع براتبنا. حديقة أحلامي لا
لحظات السعد المأمول، أهل الإبداع الطفولي، حيوني واهتفوا لي، وقضوا بحديقة أحلامي لحظات السعد المأمول، لحظات السعد. وجئنا نحمل البشرى، سيشفى إلينا قائدنا نبدل عسره يسرا. تفاءلنا تفاءلنا، وجئنا نحمل البشرى، سيشفى إلينا قائدنا نبدل عسره يسرا. ويسعدنا برؤيته معافى لا يرى ضررا، ويحفظه لأمتنا ويبقيه لنا ذخرا. ويسعدنا برؤيته معافى لا يرى ضررا، ويحفظه لأمتنا ويبقيه لنا ذخرا. أيها الحفل الكريم، اهتفوا عاش الزعيم. أيها الحفل الكريم، اهتفوا عاش الزعيم. عاش طابوس المفدى، عاش طابوس المفدى بين أفياء النعيم. تفاءلنا تفاءلنا، وجئنا نحمل البشرى، سيشفى إلينا قائدنا نبدل عسره يسرا. تفاءلنا تفاءلنا، وجئنا نحمل البشرى، سيشفى إلينا قائدنا نبدل عسره يسرا. ويسعدنا برؤيته معافى لا يرى ضررا، ويحفظه لأمتنا ويبقيه لنا ذخرا. ويسعدنا برؤيته معافى لا يرى ضررا، ويحفظه لأمتنا ويبقيه لنا ذخرا. إننا ندعو ونرجو ربنا رب العظيم، يا رب يعافيه ويشفي ذلك الداء الأليم. إننا يا رب يعافيه ويشفي ذلك الداء الأليم، ويجير الشعب مما خاف من خطب جاسم، ويجير الشعب مما خاف من خطب جاسم. واشفيني ومن علي يا الله منك بالخير العظيم، واشفيني ومن علي يا الله منك بالخير العظيم. أيها الحفل الكريم، اهتفوا عاش الزعيم. أيها الحفل الكريم، اهتفوا عاش الزعيم. عاش طابوس المفدى، عاش طابوس المفدى بين أفياء النعيم. أبي قابوس، حبا لك يقف جمهورنا فخرا واعتزازا لكونك قائدا لعمان، ويرددون معنا آمين آمين آمين. يا رب نرجوك فارحم هذه القلوب الصغيرة، صغيرة الحجم لكن لها أمان كبيرة، وأنت يا رب أدرى بما تكن السريرة. فعافيه واعف عنه وكن إلهي نصيرا، قابوسنا وأبونا رب العطايا الكثيرة، عمان أرضا وشعبا بالشوق نرجو بشيرا. عد إلينا يا أبانا، نحن في شوق إليك، عد صحيحا ومعافى، تشرق البشرى عليك، منذ أن سافرت عنا روحنا تحيا لديك. وعمان المجد ترجو نظرة من ناظريك. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر فريق الإبداع الطفولي التطوعي أن يتقدم بالشكر للمبدعين والمساهمين في إنجاح هذه الملحمة الوطنية، فليتفضل صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، وتتفضل أيضا الأستاذة زيانة الجهوري رئيسة فريق الإبداع الطفولي التطوعي.
أولاً الشركات الراعية، الراعي الرئيسي مؤسسة عمر الزواوي. الراعي الذهبي شركة محمد البرواني القابضة. وشركة إثراء. وشركة برزمان. المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط. المديرية العامة للتربية والتعليم قسم الكشافة والمرشدات. ثانياً المدارس، مدرسة بهجة الأنوار، مدرسة الصفوة، مدرسة التفوق، مدرسة الأندلس، المدرسة الفلبينية. مدرسة الشيخ ناصر الخاروصي. مدرسة زهرة قريش. مدرسة زينب الأسدية. مدرسة روي الثانوية. مدرسة المنهل للتعليم الأساسي. مدرسة حمدان. الذوق الرومانسي. مدرسة أبو أيوب الحضرمي. مدرسة البصائر. مدرسة روضة الفكر. مدرسة التفاني. ثالثاً المتطوعين. سلمى بنت حمود الحارثية. عفراء بنت سالم الجابرية. جمعة خميس الحديدي. ندى سعيد الزجالي. كلثوم سعيد الزجالي. زوينة سالم البطراني. نورمين أحمد عثمان. نورة شغيل الهاشمي. فيصل بن عبد الله العزري. يوسف شغيل الهاشمي. عبد الله بن سعيد القصابي. أحمد بن خميس المصلحي. رابية بنت جاويد البلوشية. جوخة بنت سالم الحبسية. دلال بنت خميس السنانية. أستاذ حمد التميمي. عبد الله بن راشد المعمري. بسام راضي. أيها الحفل الكريم. سليمة بنت سعيد الحارثي. عاش طاووس المفدى. عاش طاووس المفدى بين أبياء النعيم. فهد بن علي الزكواني. إيمان عبد الوهاب. تفاءلنا وجئنا نحمل البشرى سيشفي. خميس السعدي. القائد علي العريمي. المصممة المبدعة العنود الفهدي. المنتصر بن إسماعيل بن شهاب البلوشي. جهاد بن علي الزكواني.
خبيرة التجميل حميدة البلوشية، بدر سعيد خميس السنادي. الشاعر أحمد المعمري. الشاعر منذر القطيبي. الشاعر سالم الكلباني. أشرف بن العادل زكري. محمد بن سليمان الخصيبي. رحمة بنت ناصر الخصيبي. نقية بنت سليمان الشبيلية. هيفاء بنت سعيد الهنائية. ناهد درويش سالم الرجيبي. مرام حمد الدرويشية. نجود حمد الدرويشية. محمود حمد ناصر اليحيائي. إسماعيل إبراهيم الحسني. تهاني بنت محمد المعمرية. شيماء الخصيبية. حنان بنت رمضان. أميرة بنت منير الزجالي. سارة بنت منير الزجالية. فاطمة عصام الزجالية. ماجدة بنت زكريا الزجالية. هاجر بنت أنور الزجالية. بهدين بنت أنور الزجالية. يسر فريق الإبداع الطفولي التطوعي بأن يقدم هذه الهدية التذكارية إلى صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد. أيها الحفل الكريم اهتفوا عاش الزعيم. نشكر الجميع على حسن حضوركم، وأتمنى أن يكون هذا العرض قد أعجبكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشرفت برعاية هذه الفعالية الطيبة على المستوى الملحمة اللي هي الإبداع الطفولي، كذلك من الفعاليات المهمة جدا، وكذلك تؤكد على دور العمل التطوعي من مؤسسات قطاع خاص وحكومي كذلك في دعم وتأكيد الموروث الثقافي في سلطنة عمان، والتعامل مع النشب بهذه الدرجة من الأهمية كذلك من خلال هذه التظاهرات. عام بعد عام نحتفل بكذلك اللي هو العيد الوطني طبعا بشكل كبير، وهذا العام تحديدا كذلك دعاء إلى أن يعيد الله تعالى إلى صاحب الجلالة إلى سلطنة عمان إن شاء الله معافا سليما بإذن الله. وهذه التظاهرة لها طابع خاص هذه السنة أعتقد بسبب هذه المناسبة، وكذلك أن نتمنى بإذن الله أن مثل هذه الفعاليات تستمر، ومثل هذه الأعمال التطوعية يتم دعمها على جميع الناس سواء مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية، المجال التربوي، تواجد الأسر ودعمهم كذلك يؤكد على أن الموروث الثقافي والديني مهم جدا، والنشأ يحتاج كذلك هذا الاهتمام، وهي مسؤولية مشتركة. ما شاء الله أبدعوا اليوم في الأداء وفي الترتيب، شيء جميل أن يشارك الطفل، ودائما الطفل مشاعره حقيقية وصادقة يعني، فقدرنا نشوف هذا من خلال اللوحات من خلال الكلمة، فما شاء الله عليهم يعني استمتعنا اليوم،
وشعور جميل يعني انه ينتقل باذن الله لصاحب الجلاله ويسمع عن هذا الشيء الجميل يعني، وفرحتنا به ان شاء الله، والله يعود لنا ان شاء الله بالسلامه ويجعله معافى ان شاء الله. والله ما شاء الله العرض كان مميز وتظهر الفرحه على الاطفال المشاركين، وسرنا كثير ان نرى هذا التلاحم وهذه الفرحه والدعاء الخالص لمولانا حضره صاحب الجلاله بالرجوع بالصحة والعافية إن شاء الله. فكان عرض مميز والحمد لله، مشكورين على الجهود اللي قدمتوها. فشفنا الليلة إنجاز رائع جدا وإبداع، والأطفال دائما يعني براءتهم تسبق أي شيء، فالفرحة كانت جميلة جدا بالألوان وتعبيرهم كان رائع جدا، يبين الجهد المبذول وهم اللي فيهم إن شاء الله الخير للمستقبل يعني بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لا شك في أن هذه الملحمة الوطنية التي جسدت من مركز الإبداع الوطني، هذا يعبر عن فرح أطفال الشعب العماني كافة لمولانا صاحب جلالة سلطان قابوس سيد المعظم حفظ الله ورعاه، وهذا روح تجمع الأطفال في مجمع واحد، ملحمة وطنية. ونشكر مركز الإبداع الوطني على هذا الجهود الكبير وكل من ساهم في تفعيل هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أبهرني الحفل، هو فعلا إبداع. والله شوف، أول شيء الحفل لأنه في جلالة السلطان قابوس المعظم أكيد راح يكون ناجح. أنا أشكر المنظمين أول شيء على الدعوة، وأشكر السيد على رعاية الحفل. كان في تجسيد للموروث الموجود في عمان، وكان في شعر وكان في فن وكان في أدب، وحلو أن من المنظمين اللي عملوه أنه مزجوا بين الشباب والأطفال. هذه المجموعة التطوعية أتمنى أنها تحصل دعم، هذول الناس هم المبدعين وهم اللي دائما يكرسوا الضوء او يسلطوا الضوء على اشياء احنا ما شايفينها اصلا. جلالة السلطان الله يحفظ لنا، لو عملنا احتفالات ولو نظمنا ولو كتبنا قصائد ولو سوينا رزحه ولو سوينا حماسيه، يبقى جلالة السلطان له فضل بعد الله سبحانه وتعالى احنا ما نقدر نوفي له يعني. وان شاء الله يرجع بالسلامه، واتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا معاهم، واشكركم على الدعوه يعني. الحفل يعتبر انجاز لمولانا جلالة السلطان في عهده هذا الميمون، وكل هذا اللي حضروا طبعا حضروا لحبهم لجلالة السلطان، ونتمنى أن نوفي جزء بسيط لحبنا له، وأتمنى للكل السعادة، وأتمنى عودة مولانا إلى أرض الوطن ونحن بشوق إليه كثيرا جدا، وأتمنى له الصحة. جهاد بن علي الزكواني. طبعا اليوم كانت يوم عرس بالنسبة للطفولة عندنا في عمان. الإبداع الطفولي التطوعي قدمت ملحمة وطنية طفولية بمشاركة 1500 طالبة، قدموا العديد من الفقرات الشيقة، الفرقة الشعبية اللي كانت متواجدة معنا، وحابين نوصل رسالة لمولانا حضرة صاحب الجلالة من خلال هذه الملحمة الطفولية. أولادك كلهم مشتاقين لك يا صاحب الجلالة، احنا في انتظارك ان شاء الله. أتمنى انهم يستمروا في جهودهم الجميلة ويكونوا قدوة لكل طفل عماني يعني، وتشجيع لكل الأهل يعني، انه يكون في عطاء دائما مستمر، ودائما العطاء يكون جميل لما يبتدي بالطفولة. ونأمل إن شاء الله وكلهم إن شاء الله يكونوا رجال ونساء المستقبل في عمان إن شاء الله. والله نتمنى لكم دوام التوفيق، ونشكركم على الجهود التي تقدموها، ونسأل الله أن يمكنكم من نشر الرسالة النبيلة والأعمال المخلصة اللي تقدمونها. أقولهم أولا يعطيكم ألف عافية، ونتمنى إن شاء الله هذه المبادرات وهذه الأنشطة تستمر، لأنه دائما أنا من أشد الناس اللي يؤمن إنه الاستثمار لابد إنه يكون في الطفولة، لأنه هم الشباب المستقبل يعني، والأمل يبنى عليهم بإذن الله تعالى. نتمنى لهم التوفيق والنجاح دائما إن شاء الله. أوجه لهم شكر كبير لمركز الإبداع الطفولي، ونسأل الله لهم التوفيق في مثل هذه المقيمة في الاحتفالات التي تقيم من أجل مولانا حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس سيد المعظم. الإبداع جدا نقطة للإنسان العماني، تحول أطفالنا إلى مبدعين مفكرين، وأتمنى لهم السعادة الدائمة في هذا المجال وتطور من فترة إلى فترة. شوف الإبداع الطفولي أنا كنت أسمع به بأمانة، اليوم شفته بعيني العرض المرئي اللي كان موجود، وكذلك الأطفال اللي عملوا بعض الرقصات الوطنية، كذلك عملوا بعض الأناشيد الوطنية، كذلك في كان تفاعل موجود في الجمهور، إبداع طفولي حقيقي. بالنسبة لي أنا الحفل كان كثير رائع يعني،
الأطفال يعني مثلوا البراءة، كل لوحة أحلى من اللوحة الثانية، وجسدت معاني الوفاء لباني نهضة عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه. بصراحة أنا أول مرة ليا في عمان، وأول مرة أشوف حفلة زي دي، حفلة منظمة، حفلة فعلا الأطفال أبدعوا فيها ما شاء الله، وفعلا المدارس عملت جهد في إظهار الحفل بالشكل المنظم اللي احنا شفناه النهاردة ده، وفعلا يعني الإبداع الطفولي ده ياريت يبقى لكل الأطفال المغتربين. يعني حفل رائع، استمتعنا فيه جدا، يعني كل الفقرات كانت حلوة ورائعة جميلة جدا. والله الحفل ممتاز جدا صراحة، يثبت الاهتمام الكبير للطفولة، وندعو أنه يستمر مثل هذا الاهتمام بالأطفال وزرع فيهم حب الوطن وحب الولاء لحضرة صاحب الجلالة. بصراحة مركز الإبداع التطوعي ساهم كثير في مشاركة البلاد بعيد الوطني وبسلامة مولانا، فبصراحة أبدعوا الأطفال اللي تحتويهم المركز من فقرات معبرة عن مدى حبهم وولائهم لصاحب الجلالة. ونحن واجد مشتاقين بابا قابوس، وإن شاء الله يكون هو الحين يسمعنا وشاف هذه الحفلة، ونحن نحبك واجد واجد بابا قابوس، وإن شاء الله أنك تكون حتى أنت ترد لنا نفس الشيء، ومشتاقين لك إن شاء الله ترجع بالسلامة وبكل عافية. كلنا معك توكل سيدي قابوس، خطوة المجد البعيدة كلنا نمشيها، كلنا معك توكل سيدي قابوس، المجد البعيدة كلنا نمشيها. دام راسك المعظم علي عروس، ما نهاب ضاغر صعبها وخافيها،